احنا باقي برشا قريب من الناس يلا فايقين غادي نتحركوا فوق القرية ان شاء الله الدنيا ماشي صحابنا وحبابنا على ود الفيديو اللي درنا على قبل خونا عثمان اللي وقع عليه فيه ديك الافات وما شويه الطويرات ديالو. جي شوت عندي لكم واحد الميساج اللي يجزيكم بخير اخ عثمان كانت وقعت لي واحد كلشي الشوت والفيديو اللي لحشنا علاش نتعاونوا معاه شو والله العظيم بغينا نتعاونوا معاه وجمعني له الفراخ راه ما بغاهمش لانه مسكين راه نفسه خايبه وقالت قادي الانسان غيجمع فراخ وغيجيبهم للسوق يبيعهم وهو جا يشوف شكل يلا صباح عليه الصباح الناس الناس باعتوا شريت الصباح بكري وبعد ما جي عندنا غنصوروا معاه دابا شويه واش الخوت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فلوق جديد كيف ما كتشوفوا حنا باقيين برشا قريبين بالناس يلا فايقين اليوم ان شاء الله نهار السبت غادي نتحركوا فوق القرعه ان شاء الله الدنيا ماشي صحابنا وحبابنا على ود الفيديو اللي درنا على قبل خونا عثمان اللي وقع عليه فيه ديك الافات وما شويه الطويرات ديالو ان شاء الله غادي نطلعوا فوق القرعه نتلاقاو مع اصحابنا وحبابنا كل اللي باغي يدوي معنا على قبلو كل اللي باغي يشوف عثمان حتى الخريج وشو ما فوق القرعه كل اللي باغي يعطيه شي طويرات وان شاء الله حتى حنايا غادي نطلعوا فوق القرعه وغادي نديو ليه واحد الكادو غتشوفوا دابا معنا ان شاء الله نديو ليه شي طويرات من هنا ديال الموزايك جون كاين عندنا بياسه ديال بلون دومينو هي هادي وعندنا جوج بياسات ديال الموزايك جون هنا كاينين شي واش واحد البياسه راه ذكيه ان شاء الله غادي نديو ليه جوج بياسات نعطيوهم ليه ما علينا الا نديروهم في كاش ديالهم دابا ونهزوهم معاه افوار الخوش حنا عزلنا لي جوج بياسات ديالو ان شاء الله اللي غادي نديوهم معنا وغادي تشوفوا معنا ضيف مفاجاه بعد قليل اللي غادي نديوه معنا حتى هو السوق ان شاء الله يضرب معنا التركيله ويدور معنا احنا موجدين لهم ماكلاتهم باش نجيبو ونمشي انا الخوت هما الفناكيش ديالنا اللهم بارك هادو راني خديتهم شويه كبار عند والديهم خاصني شويه نضرب معاهم الايام باش تدريسه وباش يولفوا عليا مازال كيخافوا واحد شويه لذلك داكشي علاش كنهزهم معايا كنخرج معايا فين ما نكون غادي خارج ونحطهم في يديا فوق يديا القصر معاهم بما ولفوني ان شاء الله غادي نحاول ندير حلقه على الناس اللي كيجيبوا طويرات بفرق عين الريش حالين عينهم في والديهم وما كيولفوهمش وما كيدريسيهمش ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الفيديو نشرح لكم كيفاش توكلهم وما يموتوش ليكم وكيفاش دريسيهم راه حقهم وطريقهم. ايوا الخوت حنا عزلنا هاد الفنكوش اللهم بارك هو اللي غادي يمشي معنا فوق القريعه احنا وجدنا السرانك ديالو كيف ما كتشوفوا غادي نوكلوه هو وخوه باش نطلعوا فوق القريعه راه حنا معطلين بزاف بزاف نتلاقاو مع با عثمان ندويو معاه ونعطيوه الكادو ديالو ونشوفوا الاسباب باش ما تولي الطويرات ونشوفوا شنو غادي يدير معنا القدام خليكم معنا وتحركوا فوق القريعه والله يدير الخير. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا حنا يلا وصلنا فوق القريعه سوق اللهم بارك راه عامر تلاقينا مع احبابنا وصحابنا كاملين احنا مريحين شويه مع الدراري ديالنا با عبد الرحمن تحياتي الله يحفظك خويا العزيز تحياتي الله يحفظك ليا الله ينورك كيف ما تلقاو الخوت حنا وصلنا فوق القريعه جبنا با عثمان واقفين مع الدراري كاين كيجيو يسلموا عليه كل واش كيجي عنده جابوا لي طويرات تبارك الله وما بغاش ياخذ من عندهم حيت ما ياخذ المهم ان شاء الله غادي نحاول ندير لي طويرات اللي جبت معايا باش ياخذوا من عندي هادشي اللي بغى مولاي شاي تحياتي هما خوتنا وحبابنا با عزيز احمد تيتي بلاد عامر يوسف بلاد عامر داري بلاد عامر اخوت لا خلصني لا خلصني حط البراد في الارض هذا هو السادس دابا الله اكبر انا ماشي خوش غادي نمشيو عند با عثمان دابا شويه نشوفو ندويو معاه نشوفو الاسباب علاش ما شوليه الطويرات ندويو معاه شويه نريحو معاه شويه ونتبدلو به شويه كيف العاده ونشوفو الطويرات واش غادي ياخذو من عندنا حتى حنا ولا غايقول لنا لا غادي يدير لنا ديك العجرافه ديالو وهاديك العكس ديالو المهم خليكم معنا غادي نحركو عنده ان شاء الله والله يدير الخير يلا صباح عليه الصباح الناس الناس باعتو شريت الصباح بكري وبا عثمان جا عندنا غنصورو معاه دابا شويه زيد راه خلص دابا انت داكشي اللي كدير ليه الناس باعتو شريت الصباح وانت يلاه جي القرايه عبد الرحمن مول المجمر جي القرايه يا مول الهوته هاني ليا شفت ايوب شنق عليه علاش تصور لا 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 كيخاف 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 والله حتى كيخاف لا لا كيخاف اصاحبي كيخاف والله والله شخوف والله هذا راه تريثرينا اليوم اخوان كنا بغينا نصوروا به مع عثمان الساعه ولا خايف من بنادم ولكن الحمد لله نخرجوا كل نهار باش يولف الاول اخو اللي عندي
هانتوما الخوت اليوم صورنا مع كل شيء، جا حباب الاصحاب اللي كانوا معنا، با عادل جا عنده ولد اخ ديالك هذا عادل، جا عنده اليوم صوت قريعه وانا دخلت الصباح ويقول لي تحيه ودانيه. لا ما كنقول لي والو، وهو اللي يقول تحيه ودانيه وصباح الشيء تقول لي انت فين عشير؟ هذه ليا كل شيء مزيان. مالفك عادل كيجيب لك فريخات ولا لا؟ واش نقع عليه؟ راه عنده الفراخ، راه كيعطي البراني يقول لي جيب لك فريخات. كنطلق لك في الدار، سمعت كنطلق لك في الدار فرق ياك كاين عشيري. يلاه انتوما واش تصور معنا واش عند بو عادل اليوم؟ جي شوف عندي لكم واحد الميساج لا يجزيكم بخير. اخ عثمان كانت وقعت لي واحد كل شيء الشهود واه الفيديو اللي لحشت الخوت، مكرهناش نتعاونوا معاه. شو والله العادي بغينا نتعاونوا معاه وجمعني له الفراخ، راه ما بغاهمش انه مسكين راه نفسه خايبه وقال هذا قادي انسان غيجمع فراخ وغيجيبهم السوق يبيعهم، وهو جاتو بشكل يقول هذاك راه جمع اللي بغى يتعاون معاه ماديا حنا من الاخر داكشي اللي كاين، اللي بغى شي حاجه اللي قسم الله مرحبا وال مرحبا. راه هو معيش داري في النمره ديالي غطفى لي التليفون، تبارك الله راه كاينين الحباب بزاف اتصلوا بينا، وهذا راه كيدل على ان الخوت تبارك الله الموالي راه متحدين بعضياتهم، وراه هادي هي الولايه، هذا هو الخير في الولايه. كاين اليوم هو وقع عليه هذا الشيء، راه غدا ولا بعد وقع لي انا ولا انت لك اخويا يوسف، راه خصنا نكونوا يد واحده والله يدير شي تاويل خير. امين وتحيه ودانيه والله يدير الخير ان شاء الله. ليا عشيري براسك قول لي تحيه. ايوا الخوت من بعد ما سالينا مع احبابنا واصحابنا وبا عثمان حدا ريحنا مع تكال بالسوق شويه خوا شويه. السلام عليكم واخا السلام عليكم كلشي القبيله فين با عثمان كلشي مزيان مولها وشاوه مستعنا راسنا شاوه من الصباح. قلت لكم الخوت قلت لك اليوم قلت لكم اليوم غادي نجي عند با عثمان، بغيت نقول الاسئله اللي تعرضوا عليا في لاباج فيسبوك وفي لاشين يوتيوب. بزاف اول حاجه هي شكرا 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 لكاع الناس سواء اللي عيطوا لي انايا سواء اللي عيطوا لعثمان. الناس تلقاو معنا في القريعه اليوم اليوم راه حنا كطابو بالسلام اللي عيط لي ثلاثه نصيفطوا ليه دوي. اليوم 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 الناس كيف تقبلها شي كاعش عثمان مسكين بارك في راسه من جيتو فريق الله يحفظك الله يعوض الله يعوض امين. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله. انا شريت واحد لو ترى اول حاجه بدايه كنشكر بزاف الناس اللي تواصلت معايا صراحه. فقط واحد الكلمه طيبه كتعني كثير 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 بزاف. شفت التعاليق بزاف فشي حاجه اللي اثرت فيا ونساتني بزاف الحوايج فهمتي. يعني انا في ذاك الفيديو جاب صدفه صراحه الله وما كانش غيلوح عليا الفيديو والله ما كان غيلوح عليا. انا صورته في الاول وقلت صافي وخلاه عنده وبقى عندي وجات الصدفه في فاش الاخر فاش حطيته له حتى تفاجات. انا تعشت الناس كتصل بيا ما تفرجش والله ما دخلت اليوتيوب حيت دخلت واحد لقيتها في قناه ديال العالم الطويل كنتفرج في الفيديو لقيت اللي كانت تصور معايا كنقول اشوف النرويج فين كان شوف البلاصه فين كان كنقول سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. ف قسمين تاع الطريق فداك الشيء جا هكاك. قبل ما ندوزوا للاسباب حنا بغينا نشكروا الناس اللي الاولى اخوان صراحه الله كاع اللي سلموا علينا وكاع اللي عطونا في ليزابيل بدون ذكر اسماء جميع المدن تقبل تعازي. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله تليفوني ما سكتش اقسم لك بالله سواء في لي ميساج فيسبوك ولا في ميساج في واتساب صراحه والله الا شكرا لكم بزاف. راه هادشي ماشي حتى قدام فيديو ولا شي لعيبه الاخوان كنقول لكم الحقيقه واقسم بالله انا درت راسي في بلاصتو ابار هو ما هو صاحبي ولا انا مشوفو قريعه حطيت راسي في بلاصتو باش تموت لك ازيد من 60 طير راه ما ساهلاش. شحال انت كتجمع واحد الكابيتال اللي غادي خدام به وفي الاخر تجي تضرب لك كلشي في الزيرو صعيب الحال. نعاود نقول لكم شكرا شكرا لكاع الناس اللي كيحبونا في الله ولله شكرا لكم جميعا. وندوزو الاسئله ابو عثمان اللي دو معايا بزاف ديال الناس كل اللي كيعرفنا كل اللي ما كيعرفناش كل اللي كيعرفك كل اللي ما كيعرفنيش كل اللي كيعرفني وكل اللي ما كيعرفكش. كيقول لي خويا يوسف شنو هو السبب ديال الموت ديال الطيور؟ انا قلت لهم راه با عثمان كان مريح هنايا كنقدم تحيه للاخ عثمان عرايش ياك توفيت الهضره معايا مسكين وجزاه الله خيرا صراحه الله كلمه طيبه هي كتعني كل شيء بدون اي حاجه. وقبل ما ندوزوا الاسباب اقسم بالله اليوم جابوا لي طيور ما قدرتش اخوتي وجابوا لي فلوس والله ما بغى ياخذ اخوان. شوف كنقول لي راه عادي راه ما كاين حتى شي مشكل علاش حيت ماشي صدقه ولا شي واحد اللي محتاج هذه بالرجوله كخوت كمولوعين بالرجوله غادي كيما شي واحد وقع عليه مشكل غادي تعاون معاه وغادي تجيب ليه واحد الحاجه غتعوضوا فيها ما كاين حتى شي مشكل. هو ما تقبلهاش صراحه الله الاخوان ما عرفتش علاش والله الا كنعتذر بزاف
ما قدرتش ناخذ شي حاجه. كنعتذر بزاف تاع الاخوان بدون ذكر الاسماء ديالهم صراحه. الله حيت دابا انا ما بقيتش كندير ليفاج واحد المده دابا هذه يعني ما بقيتش كندير ليفاج. انا وليت تاجر انا فهمتش انا كناخذ واحد هذه نقدر ناخذها تريح ما يجيب كادو ما يجيب دفوع ما يجيب سير من عندك ناخذ هذا السيمونوت وبعد شويه باش نطوروا شي فيديو الاثار الاسباب باش بخلاصه صغيره اسباب باش ماشي طويره اسباب باش ماشي طويرات. اول حاجه هو كان تهاون منك قدام الناس واحد التهاون كان منك علاش الكميه اللي كنقول لك مابقاش تجيب القريع هذه الكميه ما كانتش خاصها تجي كامله للسوق هذه اول حاجه ولكن اخر كلامنا قدر الله وما شاء فعل. لا الطريق وصلت للدار لقيتهم ميتين الوغ اخوان دابا شنو اللي كاين بالضبط دابا كيف ما ديما كيف ما اي سوق كيجي وكيمشي كي ديما كنمشي كنجي نعطيكم انا لدرجه قصوى للديبلاسمون ديالي اللي كان عندي اخر مره بلي كويكر ديالي بلي غاروبسات وبالطياره ديالي ديبلاسيت من هنايا من كازا لقصبة تادلة ديبلاسيت شحال من سرقت عن ساعه غير لو في ديال انه انفو دخلت بن احمد لخريبقه الحراره ديال بصح وقيفش وقفش ديال بصح ديال بصح وقفت في خريبقه وكملت عاوتاني يعني قلت الطيور صافي ولفوا الطيار راهم اصلا ما عمرهم وقع لهم حتى شي حاجه واخا ان ديك الحراره ديال بصح فالصندوقه عندك تبقى حاميه واحد القضيه من الناحيه هذه ولكن هذه الواقعه ديال اللي وقعت هذه الواقعه دابا حاليا انا مازال ما فهمتهاش ما قدرتش نستوعبها ولكن تنقول وكلت الامر وكلت الامر لله تعالى حيت اللي وقع اللي وقع فهمتي راه حاجه الحمد لله وقع ما اكثر ولكن لله الحمد فهضر قسمين الاخوان يعني ديبلاسمون كان ديبلاسيت من هنايا من القريعه عندي الدار قسمين قسمين تاع المكان مشيت بالزربه ياك اين فوا كنطلع الدار كندير الفريخات بحال هكا كنلقاهم في ديك الحاله اللي شفتو الاخوان في الفيديو فهذيك اللحظه من بعد واحد الشوك كنحس بالذنب وفي الوقت نقول شنو السبب شنو انايا تهاونت اشنو درت اشنو فعلت يعني لقيت راسي انا قريه اصلا كبيره مسائل والطياره يعني يعني في النورمال ديالها كندير اكثر من هكاك في قريه ولكن ما عمرها وقع عليا بحال هكا هاد المره هذه في ظرف قسمين انهم ماتوا فما واش كنقلب على السبب بزاف فقط يعني قلت الحمد لله فوالا الحمد لله غير بعدا كنت وصلت انا في الدار بخير كنتم عارفين يعني لا سيركيلاسيون هنا في كازا يعني الاخوان بالموتوريز راهم عارفين القضيه هذه تيغو ريسكي الاخوان فهمتي تيغو ريسكي صراحه الله فاش كنمشي نوصل للدار بالليل كنحط راسي على الوساده كنعس كنحمد الله ونشكروا على على النعمه هذه فالاخوان اول حاجه واخر حاجه كنقول لكم كنشكركم بزاف من اعماق ديال قلبي من الفون ديال لو كور ديال صراحه الله واحد الاحساس صراحه الله ما حسيته ما عمري حسيت بحاله من كثره الساعات ديال الاخوان كثره لي زابيل ديال الاخوان ما كنتش منتظر هذا الشيء هذا صراحه الله كنت نتواصل مع الاخوان فقط لو بارطاج كمشاركه لمعلومه والله الا واحد شي حاجه بحال هكا انا تصدمت في هذوك الناس اللي تعاطفوا ولكن الناس اللي تعاطفت الحمد لله باقي الناس الخفيه الخير والناس اللي الناس الاخوان فكنشكركم بزاف فاحنا باقي في الولاعه باقي في الكادر ديال الولاعه باقي في الكادر الحمد لله ديال هذا الخير هذا باش ان شاء الله بحول الله بكم وانا فقط كنقول غير واحد البتي ميساج فلنرتقي بالولاعه وانتم عليكم عاوتاني مشعل عاوتاني بزاف الاساتذه كاينين بزاف الاخوان كاينين كاين فاعل جمعوي الحمد لله كيتقاتلوا شحال هذه باش نرتقي بالولاعه فانا داخل دابا حاليا للسوق فنرتقي بها كنحاول امكن كل خطره كنوصل واحد الميساج خفيف ظريف لا بالنسبه للمبتدئين لا بالنسبه للناس القدامين فنرتقي بالولاعه هو هذا هو الشعار ديال النهار اللي بعثت لوجهي لي فيديو فانا كنبغي نقول لكم الاخوان فنرتقي بالولاعه قول خيرا او يصمت وثالث حاجه لقيتي في بارطاجي واحد المعلومه الناس ما عارفيناش عافاكم الله يجازيكم بخير بارطاجي معلوماتكم وشاركها معنا اللي عارفها كتكوبلي قصه البيضه دارت فيها راه حوايج بصح كاين اللي ما عارفش والله ما عارفين فانا بدورك وحق الله العلي العظيم ما كنبغيش نقسم والناس غادي يقولوها فوالله العلي العظيم انا كندخل في واتساب كنلقى دي كيسيون بزاف اسئله بزاف اسئله بانال واخا هي بانال بالنسبه لينا حنايا ولكن واحد اخر راه مسكين باغي يعرف ولكن باغي يعرف كاين اللي يقول لي في ميساجات يقول لي خويا راه اقسم بالله تبغي نفرح بغي نشوف غير وليدات غير وليدات ديال الكانار هاني وقع ليا هاني وقع العديد من هاد الميساج بحال هكا مرض الصلعي هاني وقع ليا ريكو معنا وتاهو راه مستريسي جبتو معايا القريعه ستريس عليا اليوم وبالمناسبه الخوت اليوم جبت معايا جوج طويرات ديال الموزايك جون
هما الشوم اللهم بارك والله حتى غياخذو مع عثمان غيديهم صحه لا ولا بالخاطر يوسف غيديهم معاه للدار واخا ما بغاش ياخذهم ولكن والله حتى غياخذهم من عندي يوسف المهم الخوت انت راك خويا غنساليو خويا انت لا هادشي يوسف غنساليو الفيديو الله يرضي عليك غنساليو راه الفيديو ديالنا يا اخوان هنايا تهلاو ليا في راسكم واللي بغى يديهم مع عثمان يدي معاه في النيميره ديالو يعزيه كما قال ام الهوشة تحياتي لكم اخوان كاملين شكرا لكم بزاف تلقاو ان شاء الله فلوق ديال الغدا ديال نهار الاحد اللي غادي نبسطو فيه مع اخوان كيف العاده وندورو نشوفو السلعه اللي كاينه وسط القريعه وريكو هو مستريسي معنا تحياتي لكم كاملين والله يدير الخير.